وبعدين بقى معاكم يا حيوانات الغابة، من الصبح مش عارفة اصطاد اي حيوان علشان اكله، كلكم بتهربوا مني. طيب انا بقى هروح الحديقة بتاعتي اكل من النباتات بتاعتي. يا خبر يا خبر، ايه اللي حصل للورد بتاعي؟ كل الحديقة بتاعتي دبلت كده ليه؟ اعمل ايه؟ انا لسه معايا شوية تراب سحري هرش عليهم علشان يطلعوا كده ويبقوا شكلهم حلو. اما جرب كده. يا خبر يا خبر، التراب السحر اللي معايا قرب يخلص وانا مقدرش اعيش من غيره. ايوة انا لازم اسرق شوية تراب سحري من عند الجنيات، هم اللي عندهم التراب السحري ده، لازم اجيبه. يا سلام يا سلام، التراب السحري هناك اهو، انا هروح بقى واخده من قبل ما حد يشوفني، علشان لو شافوني مش هيسيبوني في حالي. استنوا استنوا، شوفوا الشريرة الجدة الشريرة جاية تسرق التراب السحري بتاعنا ده، لازم نطردها من الحديقة بتاعتنا، احسن حاجة نجمدها بالسحر بتاعنا. ممكن يا حلوين تدوني شوية تراب سحري؟ لا لا يا شريرة، انت امشي من هنا وما عنديش تيجي هنا تاني، انت كده غلطتي انك جيتي هنا، خدي. اي انا لازم امشي. وبعدين بقى انا لازم اتصرف، لازم اجيب التراب السحري ده، دول عملوا لي سحر ان انا ما اعرفش اروح عندهم ولا اجيب اي حاجة، انا لازم اشوف اي حد هو اللي يجيب لي التراب السحري. يا سلام، فرصتي وجات لي لحد عندي، القرصان ده انا هحوله الاسد وهو اللي هيجيب لي التراب. انا عايزة منك خدمة يا قرصان. خدمتين ان شاء الله، ابعدي عني يا شرير انتي. انا هحولك لاسد وهخليك تخدمني وتجيب لي التراب السحري اللي عند الجنيات. هاهاها انتي بتحلمي، انتي تخليني اسد وخليني اخدمك؟ امشي من هنا، انا لسه معايا شوية تراب سحري هرشهم عليك وهحولك لاسد. ايه ده ده بجد ولا ايه؟ ده هتحولني بجد؟ لا ايه ده، حرام عليكي، انت خليتيني اسد، رجعيني زي ما كنت، بقولك رجعيني. لو عاوز ترجع انسان زي ما كنت يبقى لازم تجيب لي التراب السحري اللي عند الجنيات، ساعتها هرجعك انسان زي ما كنت. حاضر انا هروح اجيب لك التراب السحري، بس ترجعيني تاني زي ما كنت. هو ده بقى مكان الجنيات، هروح بقى اخد التراب السحري واروح للساحرة الشريرة. ايه ده شوفوا الاسد اللي جاي ده، شكلك طيب خالص، بس ايه اللي جايبك هنا؟ امشي من هنا، اوعى تيجي تاني، لو جيت تاني هنعاقبك عقاب شديد يا اسد، هنسيبك المرة دي. يلا حاضر انا ماشي، انا اسف. الجنيات دول طلعوا اقوياء جدا، انا لازم استعين باي حد من الحيوانات المفترسة علشان يساعدني ان انا اخد التراب السحري. يا سلام، انا بقيت اسد ويعرف اكل لحمة واكل الحيوانات، هروح اصطاد البقرة دي واكلها هم الهم. استنيني هنا يا بقرة، ده انا جعان قوي من زمان وعايز اكلك، تعالي. شايف يا صاحبي الاسد القوي ده عمال يصطاد، واحنا قاعدين من الصبح مش عارفين نصطاد اي حاجة، تعالى بينا وراه اما نشوفه هيعمل ايه. يا سلام، اللحمة دي لذيذة، بس ايه ده، الحيوانات اللي هناك دي هي بتراقبني ولا ايه؟ دول ماشيين ورايا. هي دي بقى الحيوانات المفترسة اللي انا عاوزها تساعدني، انا لازم اعمل خطة علشان اخليهم يسمعوا كلامي. تعالى يا حيوان انت وهو، تعالوا كلوا معايا لحمة، اللحمة كتيرة اهي. ايه ده انت بتتكلم بجد؟ ده كرم منك والله، يلا يا صاحبي ناكل. هم 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 هم. انتوا لسه عايزين لحمة تاني؟ لو عاوزين ممكن اجيب لكم.
طبعا طبعا، هو في حد ما بيحبش اللحمة؟ احنا جايين معاك اهو. ايه ده، انا قلتلك تجيبلي التراب السحري مش تجيبلي دولي. ايه اللي انت جايبهم لي دولي؟ ما تقلقيش، دول حيوانات هيساعدوني علشان اجيبلك التراب السحري، عشان مش هعرف لوحدي. طيب انا مستنياك هنا اهو، اوعى تتأخر عليا يا اسد. هي فين اللحمة اللي وعدتنا بيها دي يا اسد؟ هجيب لكم لحمة كتيرة خالص، بس لما تساعدوني في المهمة بتاعتي. انا عايزكم انتوا تشغلوا الجنيات وانا اروح اسرق التراب السحري علشان اديه للجدة الشريرة تحولني تاني قبطان زي ما كنت. واحنا موافقين، يلا بينا علشان نساعدك. يلا بسرعة زي ما اتفقنا، انا هسرق التراب السحري وانتوا شغلوا الجنيات. يلا. الحقوا الحقوا، الاسد ده جه تاني وجايب معاه ضباع، ده شكله شرير، شكله جاي يسرق التراب السحري بتاعنا. احنا لازم نقضي عليهم دلوقتي ونعلمهم الادب. يا خبر، دول بيرمونا بالنار. اي 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 اي، القوه بتاعتهم خارقه. خلاص يا جنيات، يلا بينا يا ضباع الشريره نهرب بسرعه. ايه ده، انت جاي لي من غير التراب السحري؟ وايه اللي عوركم كده؟ انا مش قلتلك ما تجيش الا بالتراب السحري. خلاص يا جدة يا شريرة، مش هينفع نجيب التراب السحري، الجنيات دول طلعوا اقوياء جدا، وكمان انت شريرة هتستعمليه في الشر، فمش هنجيبه. ايوة، مش هنروح نجيب حاجة علشان انا اتضربت علقة كبيرة. يعني مفيش تراب سحري؟ طيب خلاص، انا مش هرجعك لقرصان تاني، هتفضل اسد طول عمرك. يعني ايه مش هترجعيني الاصلي تاني؟ يعني هفضل اسد طول عمري؟ طيب شفتوا يا ضباع، انا وعدتكم قبل ما تيجوا ان انتوا تاكلوا لحمة كتير، صح ولا لا؟ ايوة يا زعيم، هي فين اللحمة دي؟ اهيت الجدة الشريرة قدامكم اهي، يلا كلوها وخلصوا عليها علشان هي مش راضية ترجعني تاني زي ما كنت. ايه انت بتقول ايه يا اسد، انت عايزهم ياكلوني؟ لا لا، ابعدوا عني يا ضباع، انتوا شريرين، ابعدوا عني. يلا وراها يا ضباع، ما تسيبوهاش. ايه ده، الحمد لله انا رجعت تاني قرصان زي ما كنت، الحمد لله. لما كانوا الجدة الشريرة السحر بتاعها اختفى، الحمد لله خلصنا منها. يلا بقى يا اصحابي، لو عجبتكم الحلقة دي ما تنسوش تعملونا لايك واشتراك في قناة حواديت موها، وكمان تفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد.